بدأت رسمياً رحلة منتخبنا الوطني في البحث عن تذكرة العبور لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بانطلاق معسكر الفراعنة منذ ساعات واكتمال صفوفه بكافة اللاعبين الذين قرر إيهاب جلال مدرب المنتخب الاستعانة بهم في مباراتي غينيا وإثيوبيا بافتتاح مشوار المنتخب بالتصفيات الإفريقية. إيهاب جلال أعلن قائمة المنتخب لمواجهة غينيا بتشكيلة قوية جمعت بين المحترفين وأفضل لاعبي الدوري، وضمت قائمة المنتخب محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد وعمر جابر وعمر كمال ومحمود علاء ومحمود الونش وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وكريم حافظ وأحمد فتوح ومحمد النني ومهند لاشين وأحمد حمدي وحمدي فتحي وعمر السلية وإمام عاشور ومحمد نجدي أفشة ومحمد إبراهيم وإبراهيم عادل وأحمد عاطف وعمر مرموش ومحمود تريزيجي ومصطفى محمد، بالإضافة إلى هداف الدوري أحمد سيد زيزو وفخر العرب والمصريين محمد صلاح. بهذه القائمة سيخوض إيهاب جلال اختباره الأول مع الفراعنة أمام منتخب غينيا الذي يضم عناصر مميزة تلعب في مختلف الدوريات الأوروبية بقيادة المخضرم نابي كيتا نجم وسط ليفربول الإنجليزي، لتكون المباراة اختبار قوي في أولى تجارب جلال مع المنتخب بحثاً عن حسم تذكرة الصعود لكأس الأمم مبكراً قبل بدء مشوار استعادة الأميرة الإفريقية من جديد بعد خسارة النهائي الأخير أمام السنغال بركلات الترجيح.